الزمالك يتقدم على مولودية الجزائر بهدفين لأوباما وشيكابالا في الشوط الأول، والزمالك يتمسك بالأمل في التأهل ويسيبها بقى للظروف يا كابتن وليد. ما هي كده كده الظروف، يعني احنا متفقين ان ان شاء الله الزمالك يكسب النهارده يعمل ويكسب اللي عليه. يكسب ماتشين ويسيب المباراه الترجي والمرضيه، يعني بقى هم يشوفوا على أمل هيعملوا بقى ايه. إن هم يعني عايزين الترجي يكسب، الترجي يكسب. تفوق الزمالك النهارده في الشوط الأول. في انتفاضة، تحس اللعيبة عندها واخدة، يعني في كلام كان قبل كده إن كان في لعيبة قعدت مع بعض وقالت لازم نكسب، شايفينها في الملعب النهارده. شايفين بالفعل، مع اختلاف طبعا احنا اتكلمنا على النقط اللي هي اللي اتغيرت، او الكارتيرون اشتغل ميعاد عبد الله جمعه وملعب شيكابالا. لا احنا شايفين في الملعب النهارده الاداء رجولي والاداء على المستوى عالي جدا، اذا كان في الناحيه الهجوميه او لما بيفقدوا الكوره في الناحيه الدفاعيه كله بيرجع تحت الكوره. وبس هو الخوف من الكوره العرضيه علينا يعني مقلقه شويه، لكن انا شايف ان الزمالك ممكن الشوط الثاني كمان يبقى 3 و4. الهدف الاول اوباما في الدقيقه السابعه ده، شايف ان هو فرق كتير في الهدف، طبعا ممكن فرق كتير. فتح الجيم بشكل كبير جدا، لان انت بتخلي انت الهدف الاولاني خلى المولوديه ما عندوش بديل اللي هو يبدا يضغط عليك من قدام، فما بدا يضغط من قدام بقى في مساحات في خطوط ورا، وده استغلها نادي الزمالك. وعندنا في الزمالك طبعا الخط الهجومي مميز جدا بنسبه كبيره، وان كان برضو شيكابالا النهارده ربنا وفقه وجاب هدف، بس برضو اوباما على علامه استفهام، اللي هو يعني برغم المكسب الحمد لله، لكن برضو يعني انا بحب ايه بتكلم كوره، اوباما برضو بعد الهدف ما شفناهوش كتير في المباراه، اذا كان شيكابالا بيدافع وبيهاجم بيدافع وبيهاجم وربنا كرمه بهدف، لكن برضو يعني شيكابالا عامل ماتش هايل، ماتش هايل كاجمالي عامل شوط حلو عامل جدا. ماتش هايل، هو من احسن اعتقد، يا رب يكون ويقود الفريق بشكل كويس. بالظبط، يا رب يكون اللي هو عنده البدن اللي يكمله يشتغل الشوط الثاني بنفس المستوى، لو دفاع وهجوم. شايف نادي الزمالك نص الملعب على المستوى عالي جدا، اذا كان طارق حامد، بس طارق حامد محتاج طارق حامد يعني محتاج شويه يلعب لقدام الكره لقدام، يعني عشان ما يصدرش ضغط على الديفنس ورا. بن شرقي برضو محتاج، مش ماشي كويس، بس ماشي كويس بس في الدفاع معانا. بص هو المكسب شايف مش كويس، بيداري العيوب، لكن برضو احنا عشان احنا بتوع كوره احنا برضه احنا عايزين هناك نقف جول. وكسبانين اتنين، ايوه وبرضه لا جول في الاول فرق معاك، وبعد كده انا معاك، بس برضو في يعني طارق حمد يلعب لقدام دي حاجه كويسه عشان ما يبقاش في ضغط. بن شرقي برضو الشغل بتاعه بيزيد شويه وما يفقدش الكوره بسهوله، برضو ده هيدي افضليه اكتر. ليه؟ خلي بالك 2-0 برضه مقلقه شويه لو يعني. فهي الفكره ان انت كل ما توصل للتلت الهجومي للمولوديه يعني ما تضيعش الكوره، ما تضيعش بسهوله، تستغلها بحيث ان هي خدت منها كورنر، خدت منها هدف، اتقطعت يبقى الكوره طلعت ضربه مرمى، تلحق ترجع تعمل الدفاع بتاعك، الخط الامامي ونص الملعب شايفين يبدا يسيب المركز المرديه الصح. ضغط على ناحيه اليمين اللي هي فيها حازم امام دي. ضاغط هو بيشتغل، هو بس هو المولوديه بيشتغل هناك لانه دايما عارف دايما على الشمال اللي هي ناحيه هو اليمين عارف ان بتاعتنا. شيكابالا برضو ما بيردش قوي فبيشتغلوا من هناك اكتر، وان كان برضو فتوح مش هو فتوح الشمال بتاعتنا الشمال بتاعتنا برضو بقاله كتير ما كان مريح قصدك ان هو شيكابالا، قصدك ان شيكابالا وفتوح مع كل دول في ناحيه الشمال دي قافلين الدنيا قدامهم، بيخليهم يضغطوا من الناحيه الثانيه. بيغيروا هم عندهم يعني زي ما قلت لك هم بيلعبوا 4 4 2، فعندهم هم حافظين وبيشتغلوا كويس، لكن في الحته الدفاعيه نادي الزمالك عشان بيلعب 4 2 3 1 فعنده 4 5 مع طرف من الاطراف بيبقى زياده هجوميه او عدديه في مروان حمدي الضغط. ما حسيناش بيه برضه مروان لسه مخطوف ولا لا؟ يعني انت عارف اللي هو بيعتبر المحطه بتاعت نص الملعب، وقايم بدور لكن محطه كويس، هو يعني لحد ما مش سيء. وقلنا المكسب يداري، لكن برضو زي ما انت انا بتفق معاك اللي هو لازم يشتغل هو شويه كده، يعني يلف فاولات على 18، يلف بكوره، يعمل تصويبه يحسسنا ان هو موجود، لكن لسه جاي برضو، او مش عايزين برضو يعني ايه نصدر الاحباط، لكن هو جاي ولو استمر لعب مباراه زي دي والمباراه اللي جايه في الدوري والكلام ده كله هيبدا يجي. بس نحس ان كارتيرون مع اللعيبه تحس ان الحاله بقت حاله كويسه، ورجعوا الفتره اللي فاتت روح التحدي واتلموا مع بعض تاني زي الفتره بتاعت شهر فبراير 2020 شفناها بعد حظ شيكابالا الهدف، وتحس الحاله
بيت موجود تحس فيه روح موجوده ودي مهمه جدا. خلي بالك يعني الزمالك تحس الزمالك بيتغلب على الظروف المعاكسه اللي موجوده في النادي كله. تمام انا بتفق معاك يعني مش كبالك كمان لما راح لكارتيرون اللي هو بيقول له انت بدأتني بعد زيزو ما كانش كان ممكن يبدل اي حد يبدل حد تاني لكن هو بدل شيكابالا فهو بيروح له بيقول له ايه زي بتقول الرد الجميل يعني اللي انا جبت الجون وبتاع فرايح له مخصوص. دي حاجه. تاني حاجه ان خلينا نقول ان بعض اللعيبه كانت هي عايزه كارتيرون وباتشيكو كان موجود وكان في اتصالات والكلام ده كله وده انا شايفه من ناحيه الاحترافيه مش مظبوطه لكن خلينا في الواقع اللي احنا فيه شايفين فعلا روح كويسه وشايفين لعيبه نادي الزمالك مع اللي بره في تجانس ويعني في حاله معنويه كويسه ما كانتش موجوده قبل كده. ممكن كارتيرون يبقى فيه تغييرات الشوط الثاني على حسب لو حد حس بتعب او اي حاجه او عاوز يغيره بتاع ماشي لكن انا شايف الفرقه كاجمالي العشرة مع جنش شايف الاداء كويس. اعتقد اللي هو بعد ربع ساعه لو حس ان المولوديه بيضغط والعنصر البدني قل عن بعض اللعيبه اللي معروفين بالاسم يعني فيبدا التغيير لكن لحد دلوقتي انا شايف الاداء ما يغيرش ما فيش ما يغيرش مثلا مدافع ممكن لا ما حتى لو قلنا مروان حمدي لو نغيره وننزل ما هتخسر تغييره لا ما انت مش مطالب ممكن ينفع مثلا بامام عاشور يعزز بقى امام عاشور لسه اعتقد لسه بدري على الموضوع ده لسه يعني ممكن بعد ربع ساعه يبدا يشتغل كده او يامن نص الملعب لكن انا شايف ان برده ما فيش خطوره قويه قوي من المولوديه اللي هو تخليك تخاف من بره اللي انت في اول الشوط تعمل تغيير دفاعي لكن انا شايف الاداء بعد 10 دقائق ربع ساعه اعتقد ان ممكن يبقى في تغيير. نروح نشوف طبعا الشوط الثاني بين ماتش الزمالك والمولوديه والزمالك تفوق بهدفين لاوباما وشيكابالا.